قليل خيل فنحلي موت تهوي على ماري رحيم شموع عاد صلاة مصلوثاً وثرى عولاً فنظر حمك شيلون قري ليسون قري ليسون قري ليسون بارخ مريوث بسيتوري دم ريمو هاليلويا وابطلوا لدانوهم اشتبع فاصح من فاحت وقلثو هاليلويا ومن مملود اسري قوثو لبرا وانفاصح وتحب كنفا وتستاتر هاليلويا زينونا حيد رح قشتك لو تتحل من دي حلث الدليو هاليلويا ومن قيرت فراح بمومو نفلو من سطرخ ألفي هاليلويا وربوثو من يمينو والوثق لو نتقربن هاليلويا إلو بعينك بل حد تحزي فرعون هند راشيع تحزي هاليلويا ميطل داتو موريو تخلون وامحوثو لو تثقارا بالماشك نوخ هاليلويا ميطل دم لاخا ومفاقد عليك دم نطلو نوخ بكلين ارحوثو هاليلويا وعاد روعيهم شقلو نوخ لو تثقيل برغلو هاليلويا وعالقرسو عالحرمون وتدرو ودو شريو تاني ميطل دي داش من قريواني وهاليلويا وعامينو بلصونو ايه عشني ويقري وهاليلويا نغرض يوم وثو سبعين ويحاوي وفرق هاليلويا ارم عيناي الطورو هاو دابا ذش مايو ورعو هاليلويا لوني ترغلو خبزا وثو لونو نطورخ هاليلويا لو كرنو ام لو دومخ نطوري دسروين هاليلويا موريا ونطورخ موريو ناطلوخ بيد يمينو هاليلويا بيمو مشبشو أفلو سارب لليو هاليلويا مريو نطرخ من كل هم بشوثو نطر نفشخ مريو هاليلويا نطر مفخخ معلوخ ميك الوعدة من العالم هاليلويا لخيو يشبحو ألوهب شبحو لابو لبرو والروحو قديشو هاليلويا وهاليلويا وهاليلويا من عالم وعدام العالم علمين أمين يوثب سيتوري دم رايمو تحطي لولو تخم في دم رحمو نوثو رمشو مردم لشينو فلليوت زادي قوثو هبل مشيحو فروقان داتو ملكم شابحو والوثق تليون عينين حاسو حوبين وحطوهن هن علمو باو داتيذ بثريون راحم علي
موريا سترون الرحمة طيب تقم بفين واصطيب خنا طلا من بيشو حيلا وثي يا مين اختاقين علي كلهم يوم وثت حي شيلوخ نملخ بينو ثان وعبس صبرو فرقون النفشو ثو دم في سنلو بصلوف مريم دي لتوخ واتكلهم قد يشيك حاسوا لي حوباي وراحم على يالوه ريحو يقارد مريم من اثر العالم ريحو يقارد مريم من اثر العالم لذا يوثو قد اشتو امشابحتو اثرا حمالين لذا يوثو قد اشتو امشابحتو اثرا حمالين لذا يوثو قد اشتو امشابحتو حسو اثرا حمالين قد اشت امشابحت العلم شبحولوخ موران شبحولوخ سبران العلم بارخ أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين فاولو شليحو طوبونو شمعي الدومار دنو شنيثن سبرخون بر من موت سبر نخول وما لا خو من رومون ومحرم إيتوه نضع لم ينفون شاحر في من كل جابين قبلين ودب ينفون داله شاري شالم إلى العبرانيين عمان آمين إخوتي فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول ولا بنون ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيراً
فيعطي الذين يتدربون به ثمروا بر للسلام. بارك الله. أما هاليلويا مريال برغ زختك سان أفل بحم ثختر ذلن هاليلويا. Evangelion Kadi Shod Moran Walwanu Forun Kodilan Yeshuam Shiho Koruzutha Mahioni Thomemata Ishliho Makhrzonat Makhrez Hayo Forkon Ololmo Rechieto Ati Gidnite Tishikon Sholo Eshepe Korkona Alkula Rahman. زبنو هو خيل دم دبرون وثيت موران والوان وفورون قديلان يشو عم شيحو ملثوت حايا نودت باسار من بثلتو قهدشتو مريم هولندين هو خانهوان لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا أو اجعلوا الشجرة رديا وثمرها رديا لأن من الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان حينئذ قال قوم من الكتبة والفريسيين يا معلم نريد أن نرى منك آية فقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان ينام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال رجال نين وسيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا وشينو وشلوم والكل خون تفضلوا افتحوا بشيماب وابرو روحو قاديشو حاضر له شريرو أمين يا أحبائي مع بداية صوم الباعوثي أصلي وأطلب من الرب الإله أن يقبل صومنا وصلواتنا وتضرعاتنا وطلباتنا وأن يعطينا من بركة هذا الصوم توبة واستعدادا لملاقاته وأن نكون آلات حية يعمل فيها الروح القدس ويقودنا في طريق غربتنا على هالأرض إلى أن نصل إلى وطننا الحقيقي في السماء. يا أحبائي نشوف معلمنا متى يسرد لنا كلام الرب يسوع مع الجمع من حوله
والرب يسوع يقول كل خطية تغفر وتجديف يغفر للناس إلا التجديف على الروح القدس، حتى وإن قلنا كلام على ابن الإنسان، وابن الإنسان هو اللقب الوحيد والتسمية الوحيدة التي أطلق الرب يسوع على نفسه. هو دائماً يسمي حاله بابن الإنسان، تغفر له، بس من قال على الروح القدس لا يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي. فهذول الناس طلبوا آية، ومفهوم الآية في العهد القديم هو المعجزة، يعني شيء يفوق تصور وخيال وقدرة العقل البشري وطاقته على صنعه. وكان معروف على الرب يسوع أنه يصنع المعجزات، فقالوا له شوفنا آية حتى نآمن بيك. فقال لهم جيل فاسق وشرير يطلب آية، ولا يعطى آية إلا آية يونان النبي. يا أحبائي، آية يونان النبي إلى أهل نينوى كانت التوبة. يونان لما راح إلى نينوى نادى بالتوبة، والرب يسوع لما يقول إن من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، لأنه آية الرب يسوع هي الفداء والخلاص، وأن يقبلنا بتجديفنا وبخطايانا وبكل نقصنا وضعفاتنا. لهذا السبب هو جاء حتى يسامحنا ويغفر لنا خطايانا بدم الذي سال على الصليب، ويعطينا فرصة جديدة. يونان لما نادى بنينوى وآيته كانت التوبة تغير أهل نينوى، ولكن أهل نينوى كلهم ماتوا مع يونان وكان ينتظرون الخلاص الذي بالمسيح. ونحن الآية اللي أخذناها هي الصليب المسيح ودم الذي سال على الصليب وقيامته من بين الأموات، اللي ما بس قادتنا إلى التوبة، لا بل إلى حياة جديدة، أن نكون خليقة جديدة بالمسيح. وهذا هو عظمة الفرق بين آية يونان وآية المسيح. ولكن لما نحن نؤمن بالمسيح، إيماننا بالمسيح راح يفتح قلبنا لسكن الروح القدس، لأن يحل علينا الروح القدس بالمعمودية. فلما نحن نرفض عمل الروح القدس داخلنا، هذا هو التجديف على الروح القدس، هذا هو معنى أن نجدف على الروح القدس في حياتنا. ما يعني بس أن واحد يكفر بهل الروح القدس أو بهل إله، لا، معناها رفض عمل الله، عمل الروح القدس في حياتي، أرفضه، ما أريد أكون في طريق الله. أنا آمنت بالمسيح ولكن جمدت روح القدس، قيدته، ما خليه يشتغل. كثير مرات أكو صوت داخلنا يحركنا، أعتقد كلتنا وقت نعمل شيء غلط أكو صوت داخلنا ينخس، أنت غلطان، عقلنا، قلبنا. وهذا الصوت ما بس يقول أنت غلطان، يعطينا الحلول، لازم ترجع، لازم تعمل هالشكل، لازم تعمل هالشكل. نحن نتخيلها كأفكار، ولكن بالحقيقة هذا هو صوت الروح القدس الذي ينخز ضمائرنا وقلوبنا حتى يرجعنا إلى الطريق السليم والصحيح. فلما نرفض عمله داخلنا ونرفض تثبيته إلنا بالتوبة، لأن الله يعلمنا كيف نتوب. وهي كانت رسالة الرب إلى أهل نينوى لما قالوا ليونان قم روح، هاي المدينة العظيمة شعب كثير وما يعرفون يمينا من شمالا، قم روح، لأنه خطيتهم وصلت أمامي، لازم تنادي بالتوبة إلى هالمدينة.
لأن الرب من أهم عمل له في حياة الإنسان هو أن يقودنا إلى التوبة. والتوبة ما تعني فقط أنه نحن نقول أنا غلطان، التوبة تعني أن أتغير، أن أتغير. وما أنا أقدر أتغير بقوتي، ما أقدر أصير خليقة جديدة، ولكن إيماني بالمسيح وقبولي لعمل الروح القدس في حياتي هو الذي راح يصيرني إنسان جديد. الكتاب المقدس يقول كلمة جداً حلوة على التلاميذ، يقول كان يعمدون أما المسيح كان يصير، يعني كان يغير. التلاميذ كان يعمدون، الكنيسة اليوم نحن نعمد، نعمد الأطفال ونعمد كبار إذا يجون ويؤمنون بالمسيح. إحنا شغلتنا نعمدهم، بس ما شغلتنا نصيرهم خليقة جديدة. لا نملك هذه القوة، هذه القوة هي إلهية بقوة إيمان الشخص بهذا الخلاص وهذا الفداء وعمل الروح القدس داخله يصير إنسان جديد. فاليوم يا أحبائي الرب يسوع يدعونا أن نفتح قلوبنا وضمائرنا وعقولنا للروح القدس. نحن حل علينا الروح القدس، ولكن هل هو فعال في حياتنا؟ الرب يسوع يغفر لنا كل تجديف عليه. ليش؟ لأنه هو دفع الفاتورة على الصليب. فنحن لما نرجع ونتوب، لما نرجع ونتوب ثمن مدفوع، ولكن هالرجعة والتوبة تحتاج أن الروح القدس يقودنا إلى. فنستحق الطوبة في هذا العالم وفي العالم الآتي. ما نستحق الدينونة وعدم المغفرة بسبب رفضنا لعمل الله الخلاصي في حياتنا. الحالة اللي ما أتمناها لأي شخص يا أحبائي، واللي أصلي إنه الرب يعطينا من نعم روح القدوس في حياتنا، وأن يقودنا دائما إلى ميناء الأمن والسلام والخلاص بقوة هذا الروح القدس المعزي والمقوي والمشجع والمثبت في الحياة، حتى نحصد ثمار الروح القدس في حياتنا وتكون الشجرة مثمرة وثمرة كله جيد. ولربنا المجد الدائم، آمين فآمين. والرب يتقبل صومكم وصلواتكم دائما أبدا، آمين. قم شافير كلهم بصلوات كونهم يقرون عني ونيمار. نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى. مع الآب والابن يسجد له ويمجد، ناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي. قري إليسون، قري إليسون، قري إليسون، قري إليسون، قري إليسون.
الثرى حام علينا مورا للثرى حام علينا مورا للثرى حام علينا مورا للثرى حام علينا مورا للثرى حام علينا ريخيتون المريا الله ودع بعد شماء ورع علم بارخ من حاسم زاهي من ذاكي من قادش الخل من ذي الطاب عمان بتشمشتو هذي روحون ايتون حاسل المريا الله ونحاسل عن يدو مهيمني شمي عوثو ام قبلو ثو عبيد اينا مريا الله صوثو ديان تحبوثو تحبوثو وضم بيما ديرو تحلتو ام رايمتو اب وابرو روحو قادشو هوشو ابخو لزبان علمين قري ليسون قري ليسون قري ليسون موران اثرا حامان موران حسرا حيمالين موران عملين شبحول أخموران شبحول أخموران شبحول أخسبران العالم با السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك من القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين رب يتقبل أصوامكم وصلواتكم وغدا أيضا صلاة المساء هي بنفس الوقت الساعة 7 مساء الرب يتقبل منكم.